طبعا سعيد جدا ان انا موجود في المغرب وفي وسط اهلي من شعب المغرب، وشرف كبير جدا ان انا النهارده ابقى متواجد في مهرجان كازابلانكا الفيلم العربي، وشرف اكبر طبعا تكريمي النهارده، وبشكركم جدا، ده هيحمل لي مسؤوليه كبيره جدا على شغلي بقى الايام اللي جايه ان شاء الله، دايما ابقى عند حسن ظنكم يا رب يعني. بص انا بعشق المغرب، انا بعشق المغرب وبعشق الاجواء المغربيه وبعشق الزي المغربي، والنهارده انا خليت مراتي تلبس الزي المغربي برضو علشان يعني اقول للناس ان انا وهي حابه قوي الزي المغربي طبعا. ان شاء الله المره الجايه اجي لكم بالزي المغربي انا كمان يعني.